أدانت عائلة قلداري في مملكة البحرين قيام قناة الجزيرة القطرية ومن يقف خلفها على بزرع بذور الشقاق والفتنة والخلافات ومحاولة بث الكذب والفتن وإشعال الحروب وصنع الأزمات في المنطقة خصوصا في مملكة البحرين. وأكدت العائلة أن إصرار النظام القطري في سياسته العدوانية لم يزد الشعوب إلا تلاحما وتماسكا ووعيا أكثر من أي وقت مضى ومزيدا من الصلابة والحكمة.